السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا في رسم الأشكال الثلاثية الأبعاد. في المحاضرة السابقة تعلمنا كيف نقوم برسم أشكال ثلاثية الأبعاد بخلاف الدالة 3 دي بار أو بار 3 دي عفوا، وذلك باستخدام الخط أو أي رسمة أخرى، وذلك بتكرارها وإعطائها ألوان مختلفة للتأثير، سواء تأثير الظلال أو تأثيرات في درجات الألوان للحصول على شكل ثلاثي الأبعاد. الآن لماذا لا نجرب رسم شكل مختلف؟ مثلا نريد أن نرسم شكل مثلث. إذا رجعنا إلى الرسام لتوضيح الشكل، مثلا إذا أردنا نرسم بشكل مثلث ثلاثي الأبعاد، فإننا سوف نرسم واجهتين للمثلث. إذا قمنا برسم مثلث بهذه الطريقة، فإننا سوف نتحصل على شكل الهرم أو المثلث ثلاثي الأبعاد. إذا كيف يمكننا أن نرسم شكل مثلث ثلاثي الأبعاد؟ عندنا طريقتين، لأننا لا توجد دالة ترسم شكل مثلث ثلاثي الأبعاد، إنما لديها طريقتين. الطريقة الأولى هي برسم هذا المثلث المنفصل، إذا نقوم برسم هذا الخط، ثم نقوم برسم المثلث بهذه الأبعاد، تمام؟ ثم من نفس النقطة نقوم برسم شنو خط آخر إلى هذه النقطة ببعد معين، ثم نعود إلى هذه النقطة. وبتعبئة هذا بلون وهذا بلون نتحصل على الشكل الثلاثي الأبعاد المثلث. أو يمكننا أن نرسم هذا الخط ثم هذا الخط، ثم نقوم بتكرار هذا الخط سواء دالة فور وزيادته قليلة في كل مرة، ثم زيادته ونغليله من هنا، ثم حتى نصل إلى هذا الخط، ثم نقوم بتكرار الخط أيضا هنا، نزيد ثم نغلل هكذا وهكذا وهكذا حتى نتحصل على الشكل. إذا قمنا برسم هذه بهذه الطريقة سوف نتحصل أيضا على شكل ثلاثي الأبعاد للمثلث. الآن دعونا نقوم بتجربة هذه الفكرة. طبعا لا تقوم بهذا الشكل العشوائي وإنما هي بصورة جيدة. الآن دعونا نقوم بتقويض ذلك الكود. إذا نبدأ برسم لاين لاين، أصلا نعطيه 300 نقطة انطلاق، نقطة بداية الخط، ثم 300.600 هذا هو الخط الأول، ثم نرسم خط آخر لاين ونعطيه نفس نقطة البداية 300.100 نفس نقطة البداية، ثم 300.600 نفس النقطة المراد العمل عليها، تمام. إذا لاحظوا معي أننا قمنا برسم نفس الخط، والآن إذا قمنا بالتنفيذ لاحظوا اننا تحصلنا على خط متطابق. اذا خط متطابق وهي يعني لم يلتزم بفكره الرسام، انما الفكره كانت عكسيه، يعني بدانا رسم خط هنا وخط هنا في نفس اللحظه، ثم قمنا بانقاص حجم الخط وزياده المساحه له هكذا، يعني بدينا من الخط ولا تفرق، برضو تحصلنا على الشكل. لاحظ يعني بدينا من نفس الخط اللي في الوسط، ممكن نبدا من الخط النهائي، ممكن نبدا من الخط ألف النقطة. إذا نحن بدأنا من خط وصلنا خطين متطابقين تماما، والآن نريد لأحد الخطين أن يبتعد إلى هذه الجهة، وأن نقوم بتغليل، يعني نقوم بإنقاص قيمة واي ونزيد قيمة اكس، ونقوم بإنقاص قيمة واي وقيمة اكس، يعني هنا سالب سالب وهنا موجب موجب. دعونا نشرحها بصورة أفضل. مثلا نحن قمنا برسم هذا الخط في المنتصف وخط مطابق له عليه تماما في المنتصف، فليكن هكذا. نحن حتى نتحصل على آخر خط هنا وآخر خط هنا، دعونا نعرف أن هذا هو الإحداث السيني وهذا هو الإحداث الصادي. الإحداث الصادي يزيد في هذا الاتجاه، والإحداث السيني يزيد في هذا. طيب اذا من هذه النقطة لابد انه نقوم بزيادة قيمة س حتى نتحصل على هذا الاتجاه. اذا زايد قيمة س لكن ننقص قيمة ص حتى نرجع الى الاعلى. اذا هذه النقطة ثم هذه النقطة هذه نقطة لواي، اذا واي تتناقص لكن س تتزايد حتى هنا. بالنسبة للمثلث الجانب الآخر س تتناقص، نحن نذهب في هذا الاتجاه، إذا س تتناقص
وصار ايضا تتناقص. اذا كيف هذه نقطه صار ننقص منها فتيجي عكس اتجاه صار، فنحن بحاجه الى الانقاص. وسين ايضا نحن لاننا نسير في هذا الاتجاه نقوم بانقاص كلمه سين. الان نعود الى الكود لمشاهده المزيد. حتى يعني نحصل على تكرار الخط فينا نستخدم فور ونستخدم المنطقيه باي تساوي 0 ثم باي اكبر من او يساوي قيمه معينه بالتجربه سوف نحصل عليها قيمه التكرار الذي نريده، ثم معامل الانكريمنت ومعامل الزياده اي بلس بلس، ثم نقوم بفتح اقواس الفور او قراءه فور الفور التكراريه. ناخذ هذا الكود ونضعه هو داخل حلقه فور هكذا حتى يقوم بتكرار الخطين، لكن في هذه الحاله سوف يكرر الخطين في نفس الموضع. اذا نحن نريده ان يقوم بالعمليه. اذا دعونا نقوم بالخط الاول نزيد زائد اي زياده قيمه اكس زياده قيمه اكس وانقاص قيمه واي، هذا ما اتفقنا عليه هنا في هذا الرسم، زياده قيمه اكس وانقاص قيمه واي والاخرى انقاص انقاص. نعود الان هنا نقوم بطرح او انقاص القيمه ناقص اي وهي 600 ناقص اي هكذا. الان دعونا نقوم بتنفيذ الشكل. اذا نقوم به هذا هو الشكل الاساسي الموجود. اذا نفذنا حلقه فور نلاحظ شكل الشكل النهائي. نقوم بالاغراق ثم نقوم بالتنفيذ. اذا لاحظوا حتى العمليه يعني اصبحت يعني واضحه في الحصول على المثلثين. لاحظوا اننا حصلنا على المثلثين لكن هذا شكل ثنائي الابعاد. لماذا؟ لانه هذا اللون يعكس نفس هذا اللون، هذا اللون وهذا اللون نفس اللون، فلا يظهر حدود فاصله بين الجانبين. اذا نستخدم سيت كلر لاعطاء احد الجانبين لون مختلف تدرج اخر حتى نحصل على الشيء اللي نريده. اذا سيت كلر سيت كلر وهذا هنا 15 وهو اللون الابيض، ثم نعود هنا ووضع سيت كلر ونعطي اللون 7 وهو اللون الرماد الخفيف اللي هو اللايت جراي، ويعني تدرج من اللون الابيض او من اللون الاسود يعني اقرب الى اللون الابيض. دعونا نشاهد النتائج في التنفيذ. اذا لاحظ ان يعني بعمليه بسيطه جدا جدا اصبح هذا الشكل يعني شكل ثلاثي الابعاد، ويعني كانك يعني كانك تحس ان هذا الشكل هو عباره عن شكل يخرج من شاشه التنفيذ، وذلك بعض باستخدام درجة اخر من اللون نفس اللون وتحصل على هذا الهرم. ممكن ان نستخدم ايضا يعني مهارات اخرى اضافات لمسات ايضا على هذا الهرم حتى نحصل على شكل افضل من هذا الشكل. اذا تعلمنا في هذه المرحله ان يعني يمكننا ان نستخدم او نرسم اشكال ثلاثيه الابعاد، وذلك باستخدام ما تعلمناه من امكانيات بخلاف الدوائر الجاهزه الموجوده في مكتبه الـ MBI. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.